هي شعور المواطن الاعتيادي دائما نفس الشعور. أنا حتى سابقا يعني ما كان يعنيني كثيرا أن أكون وزيرا وهذا، ولكن هذه المغادرة فيها مشاعر مختلطة كثيرة حقيقة، يعني فيها حزن وفيها أمل، يعني فيها مشاعر مختلطة وكثير، لكن أستطيع وأنا أسير في السيارة أن أقول أن الطريق المطار عبر عن هذه المشاعر، يعني أستطيع أن أستخدم للتعبير عن المشاعر. هل كان هناك إحساس بأن قد تكون هذه المغادرة الأخيرة لبغداد؟ أنا دائما عندما أغادر في بالي أنه هذا الطريق ربما لا أعود به، ولكنني يعني آمل وأدعو الله أن أستطيع أن أعود إلى بغداد. يعني إن شاء الله، هي كلها أوطاننا، ولكن الإنسان دائما يحدوه الأمل أن يعود لذكرياته وأن يعود لمسقط رأسه.